نصف مباني غزة تعرضت للدمار، وأكثر من 3500 طفل من دون الخامسة معرضون لخطر الموت في القطاع. وبعد أن وصلت الديون الأمريكية لأكثر من 35 تريليون دولار، محاولة لاستبدال الذهب بالبيتكوين. وفي الهند، وفاة العشرات وإصابة 25 ألفا بضربات شمس بسبب موجات الحر القاسية. ومواد النانو بلاستيك قادرة على اختراق الخلايا والأنسجة البشرية بسهولة وطرقا للوقاية من تأثيراتها، فقط في صباح جديد. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح الخير وعلى الله، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية، صباح جديد وحلقة جديدة، ومستمرين مع حضراتكم في تناولنا للأحداث بمختلف يعني اتجاهاتها فيما يخص الحال والأوضاع والتطورات في قطاع غزة. ده جزء أكيد من اهتماماتنا القصوى في صباح جديد، وكعادة الشاشة شاشة القاهرة الإخبارية. تناولنا النهاردة هو مرتبط بآخر التقارير اللي خرجت من الولايات المتحدة، اللي أظهرت فيه أنه 55% من منازل قطاع غزة اتعرضت للضرر أو للدمار كلاهما، فضلا عن مخاطر الموت اللي بيتعرض ليها الأطفال أقل من 5 سنين بسبب سياسة التجويع اللي بيتبعها الجيش، جيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال مع القطاع. احنا هنتناول هذا التقرير اللي صدر من قبل الولايات المتحدة النهاردة في حلقتنا، تداعياته، وهل ده هيكون لي واقع على مجريات الأمور الحديث المتناول عن صفقة أمريكية فيما يخص وقف إطلاق النار، هل ده هيكون ليه أي تداعيات أو أي أثر عليه؟ ده هيكون جزء من حديثنا النهاردة. ولكن قبل ما نخش في هذا الملف، تعالوا نتابع مع شروق آخر أخبار حالة الطقس. صباح الفل يا شروق. صباح الخير عليك يا جد، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. وفقرة جوية جديدة هنتعرف فيها على أبرز درجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية وأيضا العالمية من صباح جديد. أهلا بحضراتكم من جديد. الأجواء في العديد من دول العالم تشهد حالة من عدم الاستقرار، وهذا بسبب التغيرات المناخية التي أصبحنا نشهد تأثيرها في كافة فصول العام.
وهو الأمر الذي يجعل حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على العديد من دول العالم. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الفقرة الجوية من العواصم العربية، وتحديدا نبدأ من القاهرة التي تشهد طقس حار نهارا وتكون درجات الحرارة العظمى فيها 40 والصغرى تكون 23. أما عن الرياض يكون الطقس حار ومشمس مع انخفاض في معدل الرطوبة، وتصل درجات الحرارة هناك العظمى ل 44 والصغرى تكون 30 درجة. أما عن أبو ظبي فالوضع لا يختلف كثيرا، حيث تسجل اليوم درجات الحرارة العظمى 36 والصغرى تكون 29. أما عن تونس فيعني يسوء الطقس غائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة العظمى 28 والصغرى تكون 18 درجة. إذا ذهبنا إلى الرباط فيكون الطقس بها غائم، وتكون درجات الحرارة العظمى هناك 23 والصغرى تكون 17 درجة. أما عن درجات الحرارة في العواصم والبلدان العالمية فنبدأ من لندن. إذن لندن تشهد طقس غائم مع ارتفاع معدل الرطوبة، وتكون درجات الحرارة هناك العظمى 20 والصغرى تكون 9 درجات. أما عن باريس فتشهد طقس غائم أيضا، وتصل درجات الحرارة العظمى هناك ل 23 والصغرى تكون 13 درجة. أما عن موسكو فتشهد سقوط أمطار رعدية، وتكون العظمى هناك 24 والصغرى تكون 16 درجة. وواشنطن فتشهد طقس غير مستقر، وتسجل درجات الحرارة العظمى هناك 30 الصغرى تكون 21. وأخيرا نذهب لبكين والتي تشهد طقس غائم، وتسجل درجات الحرارة العظمى هناك 33 والصغرى تكون 20 درجة. إذن مشاهدينا الكرام، من درجات الحرارة ننتقل إلى الهند التي تعرضت لموجة حارة مدمرة أودت بحياة العشرات وأصابت آلاف آخرين بضربات الشمس. رغم توقعات السلطات والتحذيرات فإن الأثر المدمر لهذه الظاهرة الطبيعية كان له تأثير كبير على السكان، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. إذن مشاهدينا، تصاعدت حصيلة الوفيات وأيضا تزايدت حالات الإصابة بشكل مقلق وأيضا ملحوظ نتابعه. في البدرية وديك بيتي
يسعد صباحكم على شاشة القاهرة الإخبارية. جولة صحفية جديدة في صباح جديد هيبقى فيها تركيز على آخر تقرير صدر من قبل الأمم المتحدة بيرصد فيه حجم الدمار اللي وقع على قطاع غزة، حجم الدمار المادي هنا بالتحديد. وهنا اتلجأ لصور للأقمار الصناعية فيما قبل العام الماضي ومقارنة بآخر الصور فيما يخص شهر ما بعد يعني 7 أكتوبر. المقارنة دي قدرت تبين حجم الدمار، وإحنا هنناقش ده يعني تداعياته وهل هيبقى له أي واقع على مجريات الأمور أو مجريات الأحداث الجارية ولا لأ. ده هيكون محور نقاشنا في جولتنا الصحفية، إلى جانب أزمة الديون الأمريكية في ظل وجود مساعي من الولايات المتحدة لاستبدال الذهب بعملة البيتكوين المشفرة في المستقبل القريب، الأمر اللي بيثير العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه العملات المشفرة ومدى تأثيرها في السنوات القادمة وغيرها من أكيد موضوعاتنا في جولتنا الصحفية. البداية من صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت تقريراً تقول فيه إن نحو 55% من المباني في قطاع غزة معظمها سكنية تعرضت للضرر أو للدمار جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك وفق ما أعلنته الأمم المتحدة استناداً إلى صور التقطها الأقمار الصناعية. واستند التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الصناعية في 3 مايو مع صور أخرى جمعت منذ مايو 2023 و15 من أكتوبر ضمنا أي بعد أسبوع من اندلاع الحرب. ننتقل لصحيفة الدستور الأردنية، حيث قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن أكثر من 3500 طفل دون الخامسة معرضون للموت بسبب سياسات الاحتلال لتجويع الأطفال. أضاف المكتب أن ذلك يأتي بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات تجويع الأطفال ونقص الحليب والغذاء وأيضا انعدام المكملات الغذائية وحرمانهم من التطعيمات ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي. لمزيد من التحليل ومتابعة للتطورات الأوضاع في غزة ينضم إلينا الآن من رام الله السيد أمين مقبول، أمين سر المجلس الأعلى لحركة فتح، بنرحب به على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا بك سيدي على شاشة القاهرة الإخبارية. وفي البداية يعني نود أن نتطرق إلى الإصرار الإسرائيلي العسكري في كل الاتجاهات رغم هذه التقارير التي صدرت من قبل الأمم المتحدة، واحدة ترصد حجم الدمار الذي زاد عن 55% إما مباني دمرت بالكامل أو جزء منها، وكذلك أيضا سياسة التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال. صباح الخير للجميع. واقع الأمر بأن هذا ليس مفاجئا من قبل الحكومة الإسرائيلية، من قبل الحركة الصهيونية التي بدأت إقامتها منذ عام 48 أو ما قبل ذلك بمجازر وحشية ارتكبت ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مجازر عديدة. كان الهدف من المجازر والتهجير التجويع الذي جرى في السنوات القديمة السابقة وطمس الهوية الفلسطينية ومسح الوجود الفلسطيني من فلسطين باعتبار النظرية اليهودية فيما يتعلق بأرض الميعاد وغير ذلك ما ذكر لديهم في هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عام 48
استمر عام 67 واستمر الأعوام الأخيرة كل عدة سنوات تقوم الكيان الصهيوني بعدوان هاشم وعدوان شرير ضد أبناء الشعب الفلسطيني. بالتالي ليس مفاجئا كان هذا العدوان الذي تواصل واستمر طوال هذه السنوات، والذي كان الهدف منه هو طمس الهوية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، باعتبار أن الحركة الصهيونية بدأت بمقولتها الشهيرة أن أرضا بلا شعب، باعتبار أن فلسطين كانت فارغة من السكان وليس فيها مواطنين، لشعب بلا أرض وهو نعم. يسمى الشعب اليهودي. وبالتالي كانت من البدايات كانت هناك نوايا قتل ونوايا الإحلال ونوايا طمس الهوية والوجود الفلسطيني، موجود من الأساس منذ بداية القرن الواحد وعشرين، بداية القرن العشرين. وهذا أمر كان يعلمه الشعب الفلسطيني ويعلمه معظم دول العالم، تعرف أن إسرائيل دولة توسعية احتلالية تسعى إلى تمديد الدولة الصهيونية أو الكيان الصهيوني وفق مقولتهم موضوعة على رأس الكنيسة الإسرائيلي، أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. هذه مقولة حفظناها ونحن صغار، وندرك أن أطماع الحركة الصهيونية ويدعمها الإمبريالية الغربية في العالم هي أطماعها في الوطن العربي في الدول العربية والإسلامية بشكل عام، وبدأت بدايتها الاستعمارية العدوانية في فلسطين. شعب فلسطين يدفع الآن ثمن خوفه ونضاله وتصديه لهذه الهجمة الصهيونية الإمبريالية الشرسة، ويدفع الثمن غالي حقيقة، ويأمل من المجتمع الدولي والعالم أن يتنبه لهذه الأطماع الصهيونية وأن نعم يضع لها سيد حد. أمين، ولكن مع ذلك يعني هناك محاولات وأحاديث مستمرة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ورأينا أيضا مقترح بايدن. يعني برأيك ما الذي تحتاجه إسرائيل من أجل الموافقة على وقف عملياتها في القطاع، وما الذي تنتظره من العالم حتى تتوقف عن هذا العدوان الغاشم؟ نحن معنيين بوقف هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية، معنيين بوقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو ومعه عدد من الوزراء المتطرفين العنصريين لا يريدون لهذه الحرب أن تتوقف، ولديهم أهداف تنص كما ذكروها هم وفق تصريحاتهم القضاء على المقاومة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وفراغ قطاع غزة من سكانه، وكذلك الدور قادم على الضفة الغربية والقدس، وهذا أمر أصبح معروفا للجميع. الحكومة الصهيونية المتطرفة، حالة التطرف الموجودة في المجتمع الإسرائيلي لا تبشر بخير. يبدو أن هذه الحكومة لا تريد وقف إطلاق النار، وتريد أن تستمر في غيها وعدوانها لتحقيق أهدافها، كما تذكره الحكومة على لسان رئيس الوزراء نتنياهو، وهو القضاء على حركة حماس والقضاء على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي أن لا يقوم للفلسطينيين قائمة وأن لا تقوم الدولة الفلسطينية، وهو أيضا أحد أهداف الحكومة الصهيونية الحالية بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الذي نادى بها العالم. وإسرائيل يعني في هذه في الفترة الأخيرة أيضا استفزت أكثر من السابق، بعد أن وجدت أن العالم أجمع ينادي بدولة فلسطينية مستقلة وينادي بحرية الفلسطينيين. هذا يستفز الحكومة الصهيونية المتطرفة العنصرية ويزيدها تطرفا وإجراما وشرا وشرورا، وبالتالي لا يوقف هذا العدوان إلا موقف نعم عربي أولا وإسلامي نعم قوي وموقف دولي بالمقاومة. نعم نعم إذا يعني سيد أمين مقبول، أمين سر المجلس الأعلى لحركة فتح، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله، شكرا لك مرة أخرى.
ننتقل إلى عالم الاقتصاد والعملات المشفرة. قالت مجلة فوربس الأمريكية إنه وبعد التحذير الذي أطلقته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين بوصول الديون الأمريكية ل 35 تريليون دولار، فإن خبراء الاقتصاد الأمريكيين يرجحون اتجاه الولايات المتحدة للاستعانة بعملة بيتكوين كبديل للذهب المكافئ للدولار، وذلك بعد وصول سعر العملة المشفرة الكبيرة إلى أكثر من 70,000 دولار خلال منتصف العام الحالي، وهو سعر قياسي جديد مدعوم بصناديق الاستثمار في بورصة وول ستريت. تحذير أطلقته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين بأن ديون بلادها قد وصلت لمستوى قياسي تخطى حد 35 تريليون دولار، كما أن مخزون الذهب الذي يكافئ قيمة الدولار لا يتخطى 15 تريليون دولار، وهو أمر قد يؤدي لكارثة اقتصادية غير مسبوقة. لكن خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الأمريكيين وجدوا حلاً خارج الصندوق وتقليدياً في نفس الوقت، فبعد أن تخطى سعر عملة بيتكوين 70,000 دولار مع انتصاف عام 2024 بمعدل 2.4%، ذكرت تقارير أن هناك اتجاهاً داخل وول ستريت لاستخدام العملة المشفرة الأكبر بالذهب كحل منطقي لأزمة الديون الأمريكية المتراكمة، وهي أيضاً خطوة من الممكن أن تمثل نقطة تحول للعملات المشفرة عالمياً بحسب تقارير بنك جولدمان ساكس. مستثمرون أمريكيون كبار قالوا إن هناك عدداً متزايداً من الدول التي بدأت في طريقها نحو استخدام العملة المزدوجة، والمقصود استخدام العملة الورقية التقليدية التي يتم تقييمها بالذهب وأيضاً العملات المشفرة. فالبعض من هؤلاء المستثمرين قاموا بتحويل ثروتهم إلى بيتكوين تحسباً للمستقبل الاقتصادي المتوقع. ويؤكد الخبراء أنه على الرغم من الفضل النسبي لاستخدام دولة السلفادور عملة بيتكوين كعملة رسمية، فإن هذه التجربة ستكون محفزة للدول الساعية لازدواج عملاتها، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة في ظل أزمة مالية عالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وللمزيد من الحديث حول هذا الموضوع والفهم أيضا، ينضم لنا من باريس خبير العملات الرقمية سيد ميشيل هابر. سيد ميشيل، صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح جديد. وبداية، هل بالفعل هناك اتجاه أمريكي لاستبدال الذهب بعملة البيتكوين؟ وإذا كان ذلك صحيحا، إذا كيف يكون هذا واقعيا مع وصول الدين الأمريكي ل 35 تريليون دولار، وهو يعني بالطبع رقم ضخم للغاية؟ سيد ميشيل، يعني يظهر أن هناك يعني مشكلة في الصوت، هل تسمعنا جيدا؟ نراك جيدا ولكن لا نسمعك، هل هناك صمت للمايك من خلالك أم هناك مشكلة أخرى في الصوت؟ لأنه طيب إذن يعني سيد ميشيل هسأل حضرتك مرة أخرى، يعني هذه يعني هذا الموضوع مثير للجدل أكيد، فطبعا عايزين نعرف هل بالفعل هناك اتجاه ل يعني أمريكي لاستبدال الذهب بعملة البيتكوين، وإذا كان ذلك صحيحا إذا كيف يكون هذا واقعيا يعني مع وصول الدين الأمريكي ل 35 تريليون دولار وهذا رقم بالطبع ضخم للغاية؟ اليوم الدين الامريكي عم يوصل لارقام قياسيه وعلى تصاعد، لانه كثير من دول العالم عم يظهروا من الدولار كرنسي عم يروحوا على ملفات ثانيه اللي هي الذهب والبيتكوين. اليوم ان كان في اناونسمنت واضح ولا ما في اناونسمنت واضح من كل دول العالم بالاتجاه لهذا الشيء،
كل المصارف المركزيه العالميه عم بيخافوا اليوم من الاستثمار بالعمله الورقيه الامريكيه ورا الدين الكبير الموجود بامريكا. واليوم كل مره صار في تحذير من قلب الداخل الامريكاني على التعامل بهذا الموضوع، وما في اي شيء انعمل باخر 4 سنين، وبرئاسه الرئيس بايدن بهذا الموضوع. طيب يعني سيد ميشيل، كخبير في العملات الرقمية وفي هذا الاقتصاد ربما الموازي، هل وصول سعر عملة بيتكوين ل70,000 دولار فأكثر سبب رئيسي في اتجاه الأنظار له كمكافئ بديل للذهب، أم مجرد يعني هذه توقعات لا يمكن تحقيقها في اقتصاد ضخم متنوع مثل اقتصاد الولايات المتحدة؟ اليوم الاستثمار بالبيتكوين هو مش لاداء قيمته، هو بقيمه الدولار، هو الاستثمار بالبيتكوين ليكون عندنا اسيت قادرين نعمل فيه ترانزاكشن. الفرق بين الذهب والبيتكوين انه اليوم البيتكوين فيك تعمل ترانزاكشن فيه باي وقت كان وتنقله لاي وقت اي مكان اللي بدك اياه بدون ما تحمله وتحطه بالسياره وتاخده لمكان ثاني. اليوم الذهب الموجود بالفورت نوكس بامريكا اللي هي بيرجع للدول مثلا لبنان او دول ثانيه الموجودين بالعالم الثالث، أو ذهب محطوط بأمريكا موجود بقلب فورت نوكس عندهم مع حراسة أمنية كثير كبيرة ليقدروا يهتموا فيهم، بينما البيتكوين ممكن يكون بأي محفظة موجودة على أي محفظة مشفرة موجودة على ديفايس، إن كان هارد ديفايس أما إن كان سوفت ديفايس موجود على تليفون، يمكن أي شخص اليوم يستحوذها وينقلها وين ما كان. وجودها بهذا الاسلوب بيقدر يساعد الدول ينقلوا اصول بتاعت اللي بدهم، لهالاسباب الادخار فيها عم يكون اهم بكثير من الذهب. اذا يعني سيد ميشيل، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن الترانزاكشن او التحويلات، وفي اخبار بتقول ان هناك بالفعل رجال اعمال كبار بداوا في شراء عملات البيتكوين بشراهه، وده تحسبا لخطوه متوقعه بتسديد الديون الامريكيه عن طريق العمله المشفره، يعني فما هي دلاله ذلك من وجهه نظرك؟ اليوم كل رجال الاعمال الكبيره عم بتفكر كيف فيها تاخذ تحدد مخاطرها باستعمال الليره الدولار الورقي اللي هو موجود بامريكا واللي عليه مخاطر كثير كبيره. اذا اليوم بايدن ادمنستريشن عم بكره اذا ربح الرئيس الجمهوري ترامب شو حيعمل بالدولار، كيف حيقدر يقوي الدولار يرجع حيصير عنده ملاذ امن. اليوم كل رجال الاعمال عم يستثمروا بالعملات المشفره، اولا بيتكوين، لكمان يكون عندهم ملاذ ثاني لا سمح الله صار اي مشاكل بالدولار وصار في انهيار وشيك عمل ارهابي مرتكب مثل ما بيقولوا، لكمان يصير في هالانهيار بصير في ليكويديشن لكل الاسد بالعالم مع اليوم، مثل ما شفنا قبل بالكونسبيرسي ثيري بسبتمبر 11 وقت كانت الاقتصاد الامريكاني على وشك انهيار تام، صار سبتمبر 11 اتاك وانقذت الاقتصاد الامريكاني من فضيحه كثير كبيره. طيب سيد ميشيل، هل تأزم الوضع الاقتصادي في دولة مثل السلفادور التي استخدمت بيتكوين كعملة رئيسية من الممكن أن يثير مخاوف دول أخرى من اتخاذ هذه الخطوة وهي ازدواج العملة الرسمية؟ هلا الاكزامبل تبع السلفادور، فينا نقول رئيس السلفادور هو شوي اخذ الموضوع بطريقه اكثر شخصيه من دون ما يكون في بروبر بلاننج وتحضير زمني مضبوط للاقتصاد عنده. بس اليوم اذا بتطلع بالعالم كله مارق بازمه اقتصاديه عالميه، ما فينا نقول انه كل العالم بألف خير وماشي حاله، السلفادور لانه اتجه على البيتكوين از فاينانشال ستاندرد عنده اياها ببلده، لهالسبب عنده مشاكل. اليوم اكيد عنده مشاكل لكذا سبب، واحد انه اقتصاده صغير، اثنين انه البلد اليوم عم يمر بازمه اقتصاديه مثل كل العالم، في شح بالليكويديتي تبع الاموال وين ما كانت بالدنيا، وبعدين اذا هو عنده بيتكوين ما عم هالبيتكوين ما عم بيصرفها، يعني عم بيستحوذها ل مثل انا اي واحد معه بيتكوين معه اليوم ما عم يبيعهم، عم بخليهم للامد البعيد. واليوم اذا اقتصادك عم بخزن بيتكوين ما عم يستثمرها ما عم يستعملها، رح يكون في اكيد شح بالليكويديتي الموجوده بالسوق، لهالسبب ممكن يكون من المشاكل اللي عنده اياها السلفادور بهذا البلد الصغير اللي هو
اكيد اخذ ريسك انه يفوت بالبيتكوين، بس ما انه ريسك، راح يكون للامد البعيد، بالعكس راح يكون افضليه له انه يكون عنده استحواذ بالبيتكوين مثل ما اي بلدان لحد كبير. بالحديث عن خبر البيتكوين او بالحديث عن اليابان تحديدا، يعني كان هناك خبر يتحدث عن سرقه اكثر من 4500 بيتكوين من اليابان. هل يعتبر بعد هذا الخبر البيتكوين بديلا امنا للذهب؟ وهل برضو انتهت، يعني بمعنى اخر، انتهت فتره الملاذ الامن اللي هو الذهب بالنسبه للناس؟ اوكي، على طول عم نطلع نحكي بمواضيع اختراقات سيبرانيه لمنصات بتشغل العملات التشغيليه. اليوم القرض اللي بصير لمنصه في انسرق في اي شيء بقلبه هو، اليوم اذا المنصه هي ما عامله شغلها الصح لتامن على البيتكوين تبع الناس اللي حطوها عندهم كرمال الادخار، اما العوايد اللي بياخذوها بصير خرق للمنصه، بس مش معناتها انه البيتكوين اللي هو موجود بقلب المنصه هو انخرق، هو البيتكوين تحول من محفظه لمحفظه. لهذا السبب نحن بنقول لكل الافراد اللي هن بده يكون معهم بيتكوين يحطوه على محفظهم الخاصه ويستثمروها على ديفاي بروجكت، يعني على ديسنترلايز فاينانس بلاتفورم، اللي هي ساعتها بتكون عندها اكسس على الولد تبعهم، بس ما بتكون هذا البيتكوين عم تخرج من تحت سيطرته، بتروح مثل اي مصرف اليوم تاخذي اموالك بتحطيها عنده، بصير في خرق للمصرف، اما سوق استثمار بالمصرف للاموال بتلاقي الاموال تبخرت، مثل ما صار عندنا بلبنان انه المصريات راحت على مصارف والمصارف تبخرت، يعني ما صار في خرق للمصارف بس صار في خرق لاموالنا، which is هي هي المشكله الكبيره اللي نحن بنتعامل مع منصات سنترلايز محكومه من شخص واحد او من فريق واحد، واللي بيقدر يتحكم اذا بيكون في خرق ولا لا. يمكن هالمنصه هن عنده حدا من انترنال جوب سربوا المعلومات، سرقوا البيتكوين تبع العالم، وهلا عم بيقولوا في حدا سرقهم، الوقت ببين اذا هذا مضبوط الموضوع ولا لا. وعلى يعني اي حال يظل البيتكوين واقع فارض يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية بالمقارنة بالملاذات الأخرى أو الأصول الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا من باريس، خبير العملات الرقمية سيد ميشيل هابر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. إذن من باريس ننتقل للعراق وصحيفة الصباح العراقية التي نشرت تقريرا تقول فيه إن قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بحلول نهاية عام 2025 دليلا على استقرار الأوضاع في العراق وإيفاء الحكومة بوعودها. ينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 من ديسمبر 2025. ومن المعروف أنه تم إنشاء البعثة في عام 2003 والتي تضمنت ولايتها دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية وتنظيم الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن. المزيد حول هذا الخبر وأيضا التغطية للصحف العراقية تنضم إلينا الآن الزميلة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد. صباح الخير هبة، دائما يعني الجو بديع والأخبار السارة تأتي من العراق. هذا خبر يعني نود أن نعرف منك صداه بالنسبة لي الشارع العراقي وكيف تناولته أيضا الصحف العراقية مع إنهاء هذه المهمة للبعثة الأممية. نعم يا محمد، صباح الخير عليك وصباح الخير أكيد على الشروق. الجو ليس بديع، الجو حار جدا بالنسبة للعراق، خصوصا تجاوزت الحرارة 46 درجة، لذلك إذا نأتي لصلب الموضوع وما تناولته الصحف المحلية خصوصا بعثة إنهاء مهام البعثة الأمم المتحدة يونامي بعد قرار من مجلس الأمن القومي يوم الجمعة الماضي بإنهاء مهامها في العراق وتمديد مهامها
19 شهرا وخلال 2025 31 من كانون 2025. فبالتالي اليوم هناك ترحيب من الحكومة العراقية بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة يونامي بعد ما كانت هذا القرار بطلب من الحكومة العراقية 21 من مايو من الشهر الماضي. طلبت الحكومة العراقية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بطلب إنهاء مهامها، فبالتالي يدل على استقرار العراق أمنيا واقتصاديا، وحتى يعني بعض من المناطق والمحافظات التي تجد فيها النازحين تمت يعني عودتهم إلى مناطق سكنها. فبالتالي اليوم العيش الوضع العراقي يعيش في حالة استقرار ونهضة اقتصادية جيدة، فبالتالي اليوم العراق لا يريد أن يتدخل أحد في شؤونه، واليوم هو مشاكله يحله يعني بالحكومة، والحكومة هي من تحدد جميع الإشكاليات وحتى تحل إشكاليات المحافظات. إذن هناك بعض من المشاكل في المحافظات العراقية. ترحيب جاء من الحكومة العراقية وأيضا من ائتلاف إدارة الدولة، كان ترحيبا لإنهاء مهام التحالف الدولي الذي كان يعني تم تأسيسه 2003 مثل ما أشرت في الخبر، أيضا بطلب من الحكومة العراقية، وتم تأسيسه 2007. وبحدوث الأحداث التي صارت في العراق خصوصا الحرب الأخيرة على تنظيم داعش الإرهابي، وبعد هذا الاستقرار في حكومة محمد شيع السوداني، الحكومة اليوم طالبت بإنهاء مهام التحالف الدولي وتمديده ل 19 شهرا يقتصر على المشاورة والمساعدة وتبادل الخبرات بين الأمم المتحدة. اليوم العراق في 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 دائرة محورية في أيضا في تبادل الخبرات مع شركات استثمارية في العراق، فقط يريد هذه التبادل الخبرات ولا يريد أحد أن يتدخل في شؤونه. فاليوم الحكومة هي تقول إنها بادرة خير لاستقرار البلاد ولعودة السيادة العراقية. بعض من النواب وبعض أيضا من المراقبين يقولون إن تمديده ل19 شهرا لا يبشر بالخير، يعني لعودة هنالك عودة لبعثة الأمم المتحدة إذ تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد. هكذا ما يدور في بعض الأذهان وفي بعض أيضا المراقبين في هذا الشأن. إنهاء مهام يعني إنهاء مهام بعثة يونامي هو يعني تقول الحكومة العراقية بأنها سوف تقوم أيضا بإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، فبذلك العراق ولا يحتاج لهذه البحثة بعد الاستقرار الذي يعيشه، وبعد أيضا توفير جميع الأمور وتوفير حتى جميع الحقوق الإنسان والاستقرار وانتخابات نزيهة وانتخابات حرة، خصوصا هناك انتخابات في 2015 هناك انتخابات برلمانية سوف تشرف عليه بعثة اليونامي في هذه الانتخابات وانتخابات اقليم كردستان. نعم، أيضا يعني هبة، تناقلت الصحف العراقية ما كشفته لجنة الأمن والدفاع النيابية بالعراق من آخر المستجدات بين العراق والتحالف الدولي، إذا ما هي آخر هذه المستجدات؟ نعم، الأمن النيابية هي باجتماعات كثيفة حتى مع اللجنة العليا العسكرية الثنائية بين واشنطن وبغداد لإنهاء مهام التحالف الدولي. مثل ما أشرت لك، العراق اليوم في حالة استقرار، في حالة وضع سياسي آمن. اليوم حتى إن كان هنالك خرق في بعض الشيء في بعض من المناطق، اليوم الحكومة العراقية تتوجه لهذا الخرق لحل مشاكلها. فاليوم هناك اجتماعات مكثفة، وحتى ليس اليوم، حتى في الشهر الماضي كانت اجتماعات كثيرة في اللجنة الثنائية العليا العسكرية بين واشنطن وبغداد، أيضا بتقبل من التحالف الدولي لإنهاء مهام التحالف الدولي وليس لإنهاء وجود التحالف الدولي. هنالك
بعض من هذه الاجتماعات تقوم بها هذه اللجنة قبل ذهابها إلى واشنطن لحل جميع الإشكاليات وحتى لتعزيز القدرات الجيش العراقي بما يتطلب من أسلحة ومشاورة وحتى تدريب، تقتصر فقط على هذه الأمور وليس تدخل في الشأن الداخلي خصوصا في الشأن الأمني، حتى أن هنالك تصريح يوم أمس كان لرئيس أركان الجيش العراقي يار الله قال أنه لن يذهب إلى واشنطن لحين إكمال ويعني وضع وقت زمني محدد لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، حتى أنه بعض لا وافق يعني لم يوافقوا على هذا الرأي خصوصا بعد حالة الطوارئ التي أعلن بها الإدارة الأمريكية المتمثلة بجو بايدن، قال أنه سوف تمدد حالة الطوارئ في العراق لعام كامل. فبالتالي بعض ايضا من يعني النواب وبعض حتى من الحكومه امتعضت من هذا الحديث من الاداره الامريكيه، هل هي سوف ترحل من العراق ام هي يعني باقيه في العراق بحجه انها انهاء مهام التحالف. نعم هبة، نعم أشكرك شكرا جزيلا زميلة العزيزة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وبنتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. كعادتنا مكملين مع حضراتكم ومستمرين في أخبارنا وموضوعاتنا، ابقوا معنا في صباح جديد. نروح لموضوع آخر، وإنه الفترة الحالية بدأ مصطلح جديد في الاستحواذ على اهتمام العالم وهو مواد النانو بلاستيك. هي عبارة عن جسيمات أصغر حجما من المواد الأخرى بلاستيكية، فهي متناهية الصغر لدرجة بتخليها غير مرئية للعين المجردة. والحقيقة جدا عايز أعرف التفاصيل أكتر عن الموضوع ده جدا. مواد النانو بلاستيك بسبب حجمها الصغير جدا بتكون قادرة على التنقل بسهولة أكبر، وأخطر ما فيها إن هي بتخترق الخلايا والأنسجة في الكائنات الحية بسهولة بما فيهم إحنا يعني، ودي أكيد حاجة ممكن يعني تسفر عن مشاكل صحية مختلفة وخطيرة. الحقيقة هنبقى بنناقشها النهاردة مع ضيفنا في صباح جديد. تعالوا نشوف التقرير. عشان نعرف تفاصيل أكتر حول مواد النانو بلاستيك وأضرارها بينضم لنا من بيروت دكتور فيفي كلاب مستشارة الأمم المتحدة السابقة لشؤون البيئة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح جديد. وهبدأ مع حضرتك بتعريف النانو بلاستيك. نعم،
النانو بلاستيك هي مواد ثانوية تطلع من جزيئات أكبر من البلاستيك. يعني نحن عنا البلاستيك اللي بنشوفه، الآلات الأوعية اللي بنعرفها اللي بنستعملها اللي بكل حاجاتنا اليومية، بتتحلل مع إلى ميكرو بلاستيك، وهالميكرو بلاستيك اللي بيكون قطرة جزئيات صغيرة بيكون قطرة بأقل من 5 مليمتر. هالجزئيات هالميكرو بلاستيك كمان بدورها هي بتتحول الى نانو بلاستيك، جزئيات اصغر بكتير اللي هي تقاس بالنانو، يعني واحد على مليار جزء من المتر. يعني تخيلي قديش بتكون صغيره. هي بتنتج او تنتج اصطناعيا لانه صرنا عم نصنعها نحن مشان ندخلها ببعض الادويه او ببعض مساحيق التجميل او مواد العنايه الخاصه لتنظيف الجسم لعدد كثير من لوصل الادويه، او بتكون بطبيعه تحلل الميكرو بلاستيك بيتحول الى نانو بلاستيك. يعني يا دكتور، مصادر انتاج النانو بلاستيك هي من المصانع بشكل عام ام هي اصلا نتيجه ثانويه؟ هي ما بتكون موجوده بالطبيعه، يعني ما بنلاقي نانو بلاستيك هيك بالطبيعه، بنلاقي نتيجه تحلل الميكرو بلاستيك. يعني تحلل البلاستيك ككل بيتحلل الى ميكرو بلاستيك، والميكرو بلاستيك بيتحلل الى جزئيات اصغر فاصغر. هي قصه يعني الفرق بينه وبين الميكرو بلاستيك اذا بدك درجه صغر الحجم اللي فيها. هذا الفرق بينتها. يعني عندها مصدرين، او مصدر بيكون صناعي بفبركوه، او مصدر ثانوي اللي ناتج عن تحلل جزئيات اكبر. طب حضرتك ذكرتي انه بيتم استخدام النانو بلاستيك في صناعه بعض المنتجات الخاصه بالدواء. نعم. والمنتجات البشره او منتجات التجميل ماذا يعني ذلك؟ هذا اكيد بشكل خطر، وهذا اكيد بنتمنى نحن انه ما يحصل. وعم بيصير في للاسف هسه كل شيء عم نعمل تجارب، عم تكون التجارب على الاسماك وعلى الحيوانات ما عم تكون على الانسان. لكن مؤخرا اكتشف ب يعني ارتيكل طلع باهم مجلتين للعلوم الطبيه، هي اللانسيت وهي الانجلند جورنال اوف ميديسين بانجلترا، تثبت انه ما في هسه عندنا دراسات كافيه نعرف كيف بنلاقيها وين بنلاقيها وتأثيرها على الإنسان. لكن في مقالات ظهرت بها المجلتين العلميات الجد محترمين، يعني يؤخذ برأيهم إنه في رابط كتير قوي بين وجود هالنانو بلاستيك بالأوعية الدموية عنا بها وبعدد من الأمراض، إن كان السكتة القلبية، إن كان الوفاة، حتى السرطانات، الدماغ، تلف الدماغ. عم صرنا يعني الدراسات منا كافية إسرع، ومشان هيك عم يهتم فيها العالم أكثر وأكثر، لأنه عم نلاحظ أنه نتيجتها كبيرة كتير. يعني اللي ما بيعرفوا الناس أنه نحن منتعرض بيفتكروا أنه برا الجو أنظف يعني أحسن. اللي ما بيعرفوا الناس أنه قديش منتعرض بأماكن السكن وأماكن العمل لهالمؤثرات هودي، لجزئيات من الميكرو بلاستيك والنانو بلاستيك بشغلنا، وقديش عم نتنفسها بشكل مستمر. نحن طول حياتنا معرضين ان نتلقى هالنانو بلاستيك بتركيز منخفض، لكن وين المشكلة؟ انه هذا تراكمي. يعني اليوم بناخذ نتفة صغيرة، بكره نتفة، بكره نتفة، هيدي ما عم بتروح من جسمنا، عم تبقى بجسمنا، عم تتراكم، وبالتالي عم تدخل مثل ما حضرتكم انتو، عم تدخل الاوعية الدموية، عم تنتقل من الدماغ، الأوعية الدموية للدماغ، وعم تتلف الدماغ، وهون الخطر الكبير لها. لحد هلا لسه ما عندنا دراسات كافية بهالمجال، مشان هيك العالم كله فزعان، لأنه عم نكتشف وين ما كان، عم نكتشف إنه إن كان بالأنهر الجليدية، بالقطب، إن كان بقعر المحيطات، يعني وجودها عم نعرف مثل ما ذكرته إنه هي كتير صغيرة وبتتنقل بسرعة وبتقدر تفوت وين ما كان. هذا خطرها وهذا المفزع البشرية منها. يقال أيضا أنها تنتقل يعني للمياه وللأسماك، يعني حتى بتخش في التغذية بتاعتنا، هل ده صحيح يا دكتور؟ أكيد
اكيد اكيد، ما هي بتنتقل كيف عم يعني بنلاقيها بالبحر، معناته هي بالبحر، معناته السمك عم يتغذى منها. لانه ما بدي احكي عن الاشياء الكبيره، صار الاستهلاك كثير انه بيلاقي كيس نايلون بيفتكروا انه اكل بياكله، لا هي عم تنتقل حتى على السلسله الغذائيه الادنى، يعني على الفيتوبلانكتون. هالقد عم بصير الفيتوبلانكتون بياكل السمك الصغير، بيتركز بجسمه، السمك الاكبر بياكل السمك الصغير، نحن كل السمكة. مشان هيك قلت أنا تراكمية، كميات تراكمية، نحن بنتعرض لها بطريقة منخفضة كل مرة، لكن بطريقة تراكمية، وعلى الكترة أكيد عم تأثر علينا بشكل صار عم بيصير خطر كتير، لأنه بدينا نوصل للمعلومات الطبية اللي عم تأكد لنا هالمعلومة. طب دكتور، هل الشركات المصنعة للمواد البلاستيكية أو حتى شركات الأدوية أو غيرهم من اللي بيبقى مدخل المواد البلاستيكية في صناعته بشكل أو بآخر، هل هم بيعترفوا بوجود نانو بلاستيك في منتجاتهم بشكل أو بآخر؟ أو بمعنى أصح، هل أنا كمستهلك إزاي أعرف إن المنتج ده داخل فيه نانو بلاستيك؟ نعم، النانو بلاستيك هو من البلاستيك، هو بلاستيك، لكن في بعض المواد السامة اللي عم بتكون موجودة بهالمنتجات، وهذا اللي عم بيصير يعني بآخر 2024 رح يصير في قمة مخصصة لدراسة هالموضوع هيدي، لأنه في إذا بدك مصالح الشركات اللي عم تنتج البتروكيميك، اللي بتنتج المواد عن النفط، هيدي مصالحها بتقول انا ما في يوقف دغري هلا انتاج هالبلاستيك اللي عم يعطيني النانو بلاستيك واللي عم يعطيني هالمواد، لانه اقتصاده بيعتمد عليها بشكل اساسي، بدكم تعطوني وقت ووقت طويل. بينما البلدان الناميه عم بتقول لا، لانه انا انتم عم بتصدروا لي البلاستيك تبعكم، وتحلل البلاستيك تبعكم هو اللي عم يعطيني انا النانو بلاستيك اللي عم بياثر علي، وانا ما عندي ولا النوهاو ولا المعرفه ولا الامكانيات للبشريه وللماديه اتخلص منه. مشان هيك عم بيصير في اختلاف. لكن للأسف وخصوصا بأوروبا، إنه الشركات اللي بتتعامل بالبلاستيك هي عندها لوبي قوي كتير، أقوى من الدول بحد ذاتها، وهي عم تفرض مصالحها مش عم ياخدوا بمصالحها. وهذا هون الاختلاف بين المجتمع المدني، بين الجمعيات البيئية، بين البلدان النامية من جهة، و الشركات المصنعة لهالمواد. لكن في مواد سامة مفروض فينا، سألتني حضرتك إذا بنعرف في مواد سامة بالبلاستيك، يعني إذا بيأخذ العبوة القنينة المي اللي بنشربها بنلاحظ إنه في عليها تريانجل على كعبها من تحت. أنا عايز أقول إضافة لكلام حضرتك إنه يعني التقارير اللي إحنا بنقراها بتقول إنه الخضروات بيبقى داخل فيها بلاستيك، مواد بلاستيك جزيئات منها. وإن الإنسان بطبيعة الحال بياكل بلاستيك او بيدخل جوه جسمه بلاستيك اسبوعيا، فيما يعادل عدد من الجرامات اسبوعيا بتخش جوه، فبالتالي اعتقد ده كل ده بيمهد لخطوره الامر، وزي ما حضرتك قلتي يكون في قمه لكيفيه التعامل مع النانو بلاستيك في المستقبل، وكيف يمكن السيطره عليه ويعني التقليل منه تدريجيا من لوائح او قوانين تدخل في الصناعه والى ذلك، حتى لا يزيد الامر سوءا او ضررا للمجتمع، واعتقد كمان النظام البيئي الايكو سيستم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نظرا لضيق الوقت كنا نتمنى ان احنا نستفيد اكتر، ولكن تسليط الضوء هو في حد ذاته اعتقد بدايه خطوه، وان شاء الله يكون في مجال ان احنا يعني ناخد اكتر معلومات من حضرتك واسهامات اكتر في الحلقات القادمه. بشكرك لوقتك ولطيبه قلبك، شكرا لكم. شكرا. يعني أكيد موضوع مثير للاهتمام يا جد، وأكيد عايزين نعرف منه تفاصيل أكتر عن النانو بلاستيك وإزاي نتفاداه أكيد، ولكن إن شاء الله يكون في وقت معنا في حلقة قادمة ونتطرق في تفاصيل أكتر. وبشكرك محمد جد. كلتي كام بلاستيك؟ ده بقى السؤال ربما اللي يطرح بقى بعد كده، يعني ويمكن ده يمكن واحدة من يعني حاجة يمكن بتفسر للعيال أشياء بزيادة، أو في هايبرين ممكن يكون مزودين شوية في البلاستيك. تفتكر البلاستيك هو الموضوع؟ ربنا يستر. لا، هو ربنا يبعد عننا كل الأمراض. أمين. يعني إن شاء الله، وطبعا هنتابع الموضوع ده عن قرب في حلقات قادمة. بشكرك محمد جاد، وده كان ختام حلقتنا النهاردة من صباح جديد، كنت مع حضراتكم شروق وجدي، وانتظرونا غدا 9 صباحا. شكرا لكم وإلى اللقاء.